اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الاهلي في رمضان. زي ما قلنا في بدايه الحلقه، طبعا الاهلي في رمضان النهارده سهره رمضانيه ليله مباراه القمه بين الزمالك والاهلي، وبالتاكيد النهارده عندنا تفاصيل كثيره وتفاصيل عديده، وعندنا كواليس مهمه متعلقه بمباراه الغد. ممكن كلام الناس بتركز في تفاصيل، وانا بس احنا بنحب نخش في ادق التفاصيل المتعلقه بهذه المباريات الكبيره، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. لذلك في هذه اللحظات برحب طبعا انا وزميلي امير بالناقد الفني والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره. مساء الفل يا كريم. مساء الخير يا محمد، مساء الخير يا امير، مساء الخير لكل مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكل سنه ومصر كلها بخير ورمضان كريم للشعب المصري كله. يعني مباراة بكرة أكيد مباراة غاية في الأهمية طبعا. بتشوف أهمية هذه المباراة بالنسبة للفرقتين إزاي يا كريم؟ والله شوف، طبعا أكيد المباراة الأولى، مباراة القمة الأولى بعد نهائي دوري الأبطال بالزبط. أكيد ما تقدرش إن أنت تسيب نهائي دوري الأبطال خالص، إن هو أكيد ليه انعكاسات كبيرة على المباراة بتاعت بكرة لحد دلوقتي. بص بس نبقى إيه واضحين مع بعض، اللي حط القاعدة دي في وجهة نظري الشخصية جماهير البوكا والريفر. بوكا جونيورز وريفر بليت لعبوا فاينل ليبرتادوريس من سنتين في سانتياغو برنابيو. بالظبط، لما اتنقل الماتش في اسبانيا بعد المشاكل اللي حصلت في الارجنتين، وساعتها الاعلام الارجنتيني اتفق حط قاعده كده، الفريق اللي يكسب الديربي في بطوله قاريه يفضل الكلام عليها 20 سنه. 20 سنه. فاحنا بنتكلم المباراه كانت في 27 نوفمبر 2020. يبقى نتقابل انا وانت ان شاء الله 27 نوفمبر 2040 ونشوف ساعتها هل احنا كام مجتمع مختلف شويه عن مجتمع امريكا الجنوبيه، هل ال 20 سنه وقفوا عند ال 20 سنه ولا يمكن يكون في اكستنشن ونكمل شويه. فطبعا اكيد المباراه ما زال فيها اصداء، المباراه ليها انعكاسات على مباراه بكره، وعشان كده اشوف ربما في وجهه نظر الشخصيه ضغوط تبقى على النادي الاهلي ازيد أكتر. شويه طبعا اكتر ليه بقى؟ في ظل طبعا ما هو في ظل انت الاجنده بتاعتك والجدول بتاعك الضغط بالفتره بتاعه قطر مونديال الانديه. مونديال الانديه تسبب في امرين، تسبب في ان انت لعبت مباريات على مستوى مختلف تماما الجوانب. ما بتلعبوش بقالك فتره، ما بتلعبش الليفل ده او المستوى ده بقالنا فتره، وبالتالي اي رياضي عارف لما انت بتروح تلعب في المستوى الدولي انت بيحصل لك هنا اجهاد في حاجتين، اجهاد ذهني انك كل تركيزك عايز تطلع اقصى ما عندك في اليومين دول. ليه؟ مثلا ماتش بايرن مش هيتكرر، مثلا محمد هاني سيظل فرحان بالمستوى اللي قدمه في ماتش بايرن ميونخ، اللي هو يعني صعب ان احنا نقول النادي الاهلي في احتماليه انه يلاعب بايرن ميونخ تاني خلال السنوات الجايه. فالفتره دي خلت في ضغط ذهني وضغط بدني، ضيف على كده ان احنا اصلا اوريدي طالعين من سنه استثنائيه طبعا. سنه كورونا، وشريكي العزيز في استكمال الموسم الماضي استاذ محمد سعيد حاربنا على عوده المشروع ده وقلنا امثله كتير، كنا بنتكلم كتير السنه اللي فاتت لو تفتكر على موضوع ان الدوري لازم يستكمل، لان اكيد النشاط الرياضي كان لازم طبعا يعني يتكمل ساعتها امير، وفي كان خسائر كانت هتبقى بالمليارات للمنظومه كلها، ما كانش اللي هيخسروا بس الانديه واللعيبه بس، لا عشان كده ساعتها كنا بنقول انا ومحمد لازم الجميع يتكاتف وكل واحد يقول ما فيش مشكله عندي، انا اتغاضى عن 50% من مش عارف ايه واتغاضى عن كذا، بس مهم ان المشوار يكمل. وبالتالي امير بشوف ان النادي الاهلي الضغوطات بقى كلها متجمعه مع بعض، لكن على الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده ميزات انا بشوفها، ان هو كان مرتاح لفتره طويله، بشوف حتى فكره الفريق لما خرج من دوري الابطال، طبعا خساره كبيره جدا انك بتخرج من بطوله قاريه، ولكن مركزين اكتر على الدوري. برافو عليك، بقى عندك مساحه انك تركز في البطوله المحليه، وبالتالي حتى منعكس على حاجه ثانيه الاصابات. الاصابات بالظبط، يعني احنا بشر، احنا بنتكلم على بشر، في اريحيه طبعا. الفريق الاقل ضغطا، لو احنا بقى نيجي نترجم الكلام اللي احنا بنقوله ده، الفريق الاقل ضغطا واقل في الاجهاد الذهني والاجهاد البدني هتلاقي ان هو زيرو اصابات صح. في مباراه الغد وطبعا ربنا يحمي اللعيبه كلها طبعا. على الجانب الاخر النادي الاهلي بنتكلم النهارده كان في انفوجراف منتشر على السوشيال ميديا تشكيل فرقه كامله بالمراكز، يعني اذا حطينا بس علي معلول ليفت وينجر حطيناه في الجناح الهجومي وحطينا وراه محمود وحيد وتشوف بقيه الفرقه. يعني الانفوجراف شفته كان منتشر جدا على السوشيال ميديا النهارده،
تشكيل كامل 11 لاعب بالحارس لغايه وهنلعب اجاييه راس حربه ونحط وليد سليمان على الرايت وينج، فتشكيل كامل. وبالتالي دي لعيبه اكيد بتؤثر على النادي الاهلي فنيا وطبعا اكيد قياديا في الملعب وكل الامور.